اذا كما لاحظتم على جميع فبعد ما اكتملش النصاب يوم الاثنين الماضي، اليوم الحمد لله دازت عملية انتخاب الجمعية العامة لمكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس مسا في واحد الظروف اللي هي إيجابية. كان واحد التوافق، وكما لاحظتوا معنا كان واحد صوت بالإجماع الحاضرين، صوتوا على واحد المكتب اللي احنا كرئاسة رعينا واحد المجموعة ديال الجوانب في هذا المكتب هذا، بحكم أن الغرفة غرفة جهوية فرعينا أولا الجغرافيا والتمثيلية ديال الأقاليم في المكتب، رعينا كذلك مقاربة النوع، معنا نائبة الرئيس نائبة الرابعة، معنا كذلك واحد المقاربة اللي هي جديدة واللي لاحظناها في شكل كبير في غرفة الصناعة التقليدية، هي أن الشباب متواجدين بواحد شكل كبير في هذه الغرفة هذه. هذا ما إن دل فإنما يدل على أن الجميع مجمع على خدمة الصانع التقليدي. الصانع التقليدي دار فينا الثقة، صانع تقليدي انتخابات، والآن إحنا عندنا واحد مسؤولية اللي هي جسيمة، وكنعرفوا بأنها مسؤولية صعيبة وجسيمة جدا، ولكن بتكاتف الجميع وهذا التوافق الحمد لله اللي شفنا اليوم، غادي نعملوا جاهدين على إعطاء الصناعة التقليدية المكانة ديالها الحقيقية في جهة سوس مسا، خصوصا أن هذه الجهة هذه كتسخر بواحد المجموعة ديال الموارد، واحد المجموعة ديال المؤهلات اللي غادي تسمح للقطاع ديال الصناعة التقليدية يكون رافد ديال التنمية على مستوى الجهة ديال سوس. الجهة ديال سوس غنية بواحد المجموعة ديال المؤهلات، ومنها مؤهل ديال الصناعة التقليدية، فيها واحد المجموعة ديال الفاعلين في هذا المجال. لذلك فاحنا كونوا على يقين كإعلاميين إن شاء الله الرحمن الرحيم متتبعين للشأن بأننا سنعمل جاهدين على تحقيق الأفضل للصناع التقليديين، وغادي نخرجوا إن شاء الله من هنا واحد المدة زمنية واحد البرنامج اللي غادي نطرحوه للإعلام، وغادي توقبوا معنا جميع إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذن على بركة الله إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نطلقوا في العمل ديالنا من أجل الصانع التقليدي. حزب التجمع الوطني للأحرار واحد الحزب اللي مؤخرا واحد 5 سنوات هذه عرف واحد الدينامية، وعرف واحد القابلية وواحد الجاذبية اللي خلات واحد مجموعة ديال الشباب واحد مجموعة ديال الحرفيين يدخلوا لهذا الحزب هذا، لأنه لقينا فيه أنه يدعم الشباب ماشي قولا وإنما فعلا وقولا. حنا منين تعطتنا التزكية في هذا المجال هذا، فهذا كيدل على بأن الحزب غادي في واحد الطريق صحيح، وغادي في واحد الطريق ديال اللي بغات البلاد واللي بغى المواطنين واللي بغاو الشباب ديال المغرب. فهنيئا لشباب المغرب بهذا الحزب، وهنيئا لنا بهذا الحزب، وكذلك الشركاء ديالنا جميع. لأن اليوم منين كنشوفوا غرفة الصناعة التقليدية تقريبا واحد 8 ديال الأحزاب حتى 9 الأحزاب اللي دخلت، هذا فإنما يدل على الوعي ديال الحرفيين بأنهم يعتبرون هذه الغرفة واحد الجمعية اللي غادي تساهم في التنمية ديال القطاع بتجرد من الانتماءات السياسية. الجائحة بينات على واحد المجموعة ديال المسائل بالنسبة للصناع التقليديين، هذا مفروغ منه. حنا الحمد لله غادي يكون عندنا واحد التصور اللي غادي نطرحوه إن شاء الله، ويكون استعجالي من أجل النهوض بهذه الفئة هذه، لأن الجائحة أثرت ما أثرت عليه هو قطاع الصناعة التقليدية اللي مرتبط بشكل كبير بقطاع السياحة. الكل عشنا هذه اللحظات، وعشنا الحجر الصحي، وعشنا هذه الظروف، وشفنا كذلك التدخل ديال صاحب الجلالة في هذا المجال هذا من أجل التسريع بإخراج هذه الحماية الاجتماعية للصناع التقليديين. هذا الورش هذا اللي خصنا نساهموا فيه جميع كحرفيين، كمؤسسات، كحكومة، ككذلك إعلاميين، نشجعوا هذه الصناع التقليديين باش يبادروا ويدخلوا لهذه التغطية الاجتماعية، لأنها هي الملجأ وهي السبيل من أجل ما نطيحوش مازال في نفس اللي طحنا فيه في كورونا. احنا لنا الثقة الكاملة، الورش صاحب الجلالة هو اللي كيقودو، وحنا غادي نستمروا ان شاء الله الرحمن الرحيم من اجل اخراج هذا الورش للوجود، ومن اجل ان الصانع التقليدي يبقى في صلب التنمية ويبقى دعامة ركيزة اساسية للتنمية الصناعة التقليدية.